يعني ايه الفكرة جت ازاي؟ كان في مناسبة ولا ما كانش انت مناسبة. قعدت هو كده مع الدكتور، اصحابك و... تامر، تامر يوسف ده بيدرس لنا محاسبة، فقال لي محمود آخر محاضرة لينا، ما تيجي تقرأ قرآن يعني نحتفل بنهاية السنة. بس رحت عادي وبحسن نية نزلت الفيديو جاب 2 مليون في يوم ما شاء الله، ان شاء الله اكتر واكتر بيوصل صوتك للناس كلها. إن شاء الله. طب عايز اعرف برضو، يعني احنا سمعنا جزء من الاذان باصوات بعض الشيوخ في المملكه العربيه السعوديه، مين من الشيوخ في المملكه العربيه السعوديه تسمعنا وهو بيقرا القران؟ في أئمة الحرم كلهم، الشيخ ياسر الدوسري، شريم، معقلي، بندر بليلة، ياسر الدوسري، كلهم يعني. اختار وليكن مثلا ناخد سورة الحمد لله رب العالمين بكلهم يعني، لو ناخدهم اتفضل. كلهم. نبدأ الأول في ماهر المعقلي، هو بيخش عادي. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده المعقلين. في الشيخ ياسر الدوسري، هو إمام مكلف في الحرم في رمضان. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله. ده شيخ ياسر الدوسري. في الشيخ سديس في الشريم. سديس. استووا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميل. ده السديس. في الشريم بقى. الشريم. الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.